هو احنا هناخد الحقنه فين؟ هيكون فين يعني؟ في التوته. يلا اللي هنادى على اسمه يخرج عشان انا هاخد الحقنه. يا بابا انا خايف في التوته. طالب يوسف يطلع لي بره. يوسف انا صح؟ ايوه اتفضل اطلع ربنا معاك. طب يا جدعان قبل ما نخش في الفيديو انا جايب لكم منصه عالميه اسمها اولومب تريد. المنصه دي للتداول للحلال بنسبه 100%. منصه اولومب تريد بتوفر لك الفرصه ان انت تحقق ارباح وتبقى شخص ناجح، بس طبعا لازم تشغل دماغك ان انت تحلل السوق، وبما انك لسه في الاول فانت محتاج تتعلم. اولومب تريد عملت قاعده تعليميه بمعنى اصح مدرسه عشان تقدر تتعلم ازاي تحلل السوق وتشتغل، وعلشان ما تخاطرش بفلوسك اولومب تريد وفرت لك حساب تجريبي بفلوس تجريبيه علشان ما تخاطرش باي فلوس. نسيبنا بقى من كلام النظر، احنا هنجرب دلوقتي مع بعض. دلوقتي اول حاجة بعد ما نفتح المنصة انت هتجرب بحساب تجريبي، لكن انا عشان خبرة فهجرب بحساب الحقيقي دلوقتي. وانا دلوقتي من تحليلي للسوق ونظرتي انا شايف ان الصفقة دي كسبانة، عشان كده هدخل فيها ب$100. بعد دقيقة واحدة بس هقول لكم ايه اللي حصل، والحمد لله كان تحليلي صح بنسبة 100%، والصفقة دلوقتي كسبت معايا ب$90 اقدر اسحبهم دلوقتي بنكرتين بس. وبص بقى المفاجأة دي، انت لما تعمل حساب تجريبي هتاخد $100,000 بدل $10,000، ولما تستخدموا بقى البرومو كود هتاخدوا مكافأة بنسبة 30%، وعلشان تقدروا تحملوا التطبيق هسيب لكم الرابط في اول تعليق مثبت وهسيبه لكم برضه في الوصف بتاع الفيديو. بس كده. في ايه يا ابني بتجري ليه كده؟ إيه مفيش يا ماما، كنت بجري شويه بس بلعب رياضه. هو في ايه الواد ده ماله كده؟
الحمد لله هربت منهم. طب انا هروح المدرسه بكره ازاي؟ يا نهار اسود، دول الدكاتره عرفوا مكان البيت بتاعي. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ايوه مين؟ ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام، انتوا عايزين مين؟ حضرتك ده منزل طالب حموده؟ ايوه انا مامته. في حاجه ولا ايه؟ حضرتك ابنك هرب مننا في المدرسه علشان كنا بنديله حقنه التطعيم، فاحنا جينا له هنا عشان نديها له. ابن هرب منكم؟ ده يوم اسود النهارده. تعالوا هو جوه، تعالوا في الشغل. في ايه يا جماعه؟ ايه البتاع ده؟ في ايه يا ماما؟ إيه انت لازم تاخد الحقنه يا حموده. حموده مين؟ مين الناس دي يا ماما؟ يا ماما انا مش حموده. في ايه؟ خش على نفسي بسرعه امسكوه. حاضر امسك يا ماما. قولي لهم يا ماما انا عبد مش حموده يا ماما. ابعد يا عم انت وهو. انا انتوا عايزين مني ايه؟ يا ماما الحقني يا ماما. يا نهار اسود وفنيه. الحقني يا ماما. يا ماما الحقني يا ماما. ايه متشكره جدا والله، مش عارف اقول لكم ايه. وانا اسفه لو كان الواد هرب منكم وعذبكم شويه. والله متشكرين جدا والله. لا لا خالص ولا يهمك، احنا في خدمه المريض. طب عايز اقول لكم حاجه، هو انتوا بتعالجوا اي حد؟ يعني مش شرط اطفال؟ احنا تخصص في جميع الحالات. إيه اصل جوزي نايم جوه على السرير من الصبح وهو تعبان وانا مش عارف اعمل له حاجه. هو انتوا ممكن تشوفوه؟ إيه هو فين ده؟ إيه هو قاعد جوه في الاوضه. دماغه مش قادر. تعبان هو. يا معدو يا معدو يا ام عبده. يا ام عبده يا ام عبده من دول. يا ام عبده خشوا عليه امسكوه. يا ام عبده يا ام عبده الحقني يا ام عبده من دول. يا ام عبده يا نهار اسود امي. هو في ايه؟ طيب ما تفهموني يا جدعان. في ايه يا نهار اسود امي؟